تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصغير هذا اليوم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى المملكة. وقد وصل السفراء إلى قصر الصغير كان على كل على حدة، وكان باستقبالهم رئيس المراسم الملكية، حيث وصلت سعادة السيدة آيسن شيكيل سفيرة الجمهورية التركية وجرت لها المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سعادة السيدة آيسن شيكيل سفيرة الجمهورية التركية، وتبادل جلالته معها الكلمات الترحيبية متمنيا لها التوفيق في مهامها الدبلوماسية لتعزيز علاقات التعاون والصداقة مع البحرين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد كمال القيزاني سفير الجمهورية التونسية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سعادة السيد كمال القيزاني سفير الجمهورية التونسية، ومشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة وما تشهده من تقدم ونمو في المجالات كافة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وتسلم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سعادة السيد محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية، وأشاد جلالته رعاه الله بالتقدم والنمو الذي تشهده العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، ومتمنيا جلالته للسفير كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد مياماتو ماسايوكي سفير اليابان، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سعادة السيد مياماتو ماسايوكي سفير اليابان، وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، ومتمنيا جلالته له التوفيق في مهامه. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بمفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والرقي، ومشيدين بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط بلدانهم مع مملكة البحرين على مختلف الصعد. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى والسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية ومساعد وزير الخارجية.